بابا شوهتني خدامي ولا بدك تموتي حالك؟ هي رابع خدامه بتعمل فيها هيك، ليش؟ بابا ليش هيك عم تساوي؟ انت صبيه حلوه مثل القمر. شوف شو صار ببنتك الحلوه. كل شيء بتصلح. ليش خايفه؟ انا ما في شوف حالي هيك بجن. انا اذا طلعت لي حبه ما بقدر اتحملها، كيف بدي اتحمل هيك منظر؟ لك حبيبتي مو مبينه. لو انت ما قلتي لي ما انتبهت صدقيني. حاسه كل وجهي منفخ. ما عم بقدر اطلع بالمرايه. لا وين عم بنص وجهي. هذا الدكتور الغبي لازم غيره. خلص بابا. خلص بكفي عاش تلعبي بوشك. كل الناس كانت تتغزل بجمالك. كانت. انت قلتها كانت. بعيدا عن شيخوخة اتحاد الكتاب ومستودعاته المليئة بالنصوص العفنة التي لا يقرأها أحد، أعلن ولادة روايتي رائحة الحرية. في رائحة الحرية لا مكان لمثقفي الاتحاد الذين أصبحوا يشبهون طابوراً في جمعية خيرية ينتظرون المعونات الشهرية. إنها للأحرار وللأحرار فقط، لأن النص المحمض هو من يؤذي الأدب وليس النص المتمرد. طبعاً أنا أعلم أن أقلاماً كثيرة مأجورة ستتناول شخصي وستتناول روايتي، ولكنني سأنأى بنفسي عن الرد وسأكتفي بالكتابة الحرة فقط، وشكرا. أهلا أهلا بالرياضية فاتن، أنا معك صوت وصورة من حفل توقيع كتاب الروائية شغف. سامي يتصدر المشهد. سكرت. اي ما معها حق بنوب. شكرا كثير لك. شكرا. اهلا شكرا لكم. استاذ سامي انت فعلا بتستحق التهنئه. انا اللي بدي اشكرك على حضورك المتميز يا مدام. تسلم تسلم. ما وقعتي لنا على النسخه؟ طبعا تكرم عينك. هي نسخه للمدام. ممكن انا؟ طبعا طبعا. ولو شو استاذ؟